أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة، وإليكم أبرز العناوين. القدس العربي 60 عراقيا قضوا في سجون وزارتي العدل والداخلية هذا العام. العربي الجديد عمال العراق يواجهون الفقر والحرمان. العرب اللندنية حياة الشباب في العراق محكومة بسلطة العشيرة. وفي تقرير للشرق الأوسط قلق علمي من التحورات الثلاثة للطفرة الهندية. في زاوية مقالات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة لمحمد عاكف في البيان الإماراتية. ويكتب صالح غزال في الجريدة الكويتية نظام عالمي ينتهي وفوضى تبدأ. لحظات وتأتيكم التفاصيل. نقلت صحيفة القدس العربي عن مرصد أفاد الحقوقي المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان قوله 60 عراقيا قضوا في سجون وزارتي العدل والداخلية هذا العام، منتقدا ظروف الاحتجاز واستمرار عمليات التعذيب، ومشيرا إلى تورط شخصيات سياسية وأخرى تابعة لفصائل مسلحة بذلك. أوضحت صحيفة العربي الجديد أن 268 انتهاكا ضد صحفي العراق خلال عام، وهذه الانتهاكات طالت العمل الصحفي بجميع أشكاله وبذات المستوى المعهود خلال السنوات السابقة من دون وجود أي حلول أو معالجات، حيث يتواصل نهج قمع حرية التعبير وتضييق مساحات العمل الصحفي بالسلاح والتهديد. وفي عنوان آخر قالت العربي الجديد إن العراق يعتزم الاستعانة بشركات عالمية لاستعادة الأموال المهربة، بينما تمنع قوى الفساد أي خطوات لاستعادة تلك الأموال والتي قدرت بأنها كافية لإعادة إعمار العراق وتوفير البنى التحتية وفرص العمل. كما عنونت العربي الجديد عمال العراق يواجهون الفقر والحرمان. وترى الصحيفة أن معاناة عمال العراق تزداد مع تفاقم الأزمة الصحية، وتتضح المعاناة جليا مع الأجراء اليوميين وصعوبة حصولهم على فرصة عمل. قالت صحيفة العرب اللندنية أن حياة الشباب في العراق محكومة بسلطة العشيرة، وأصبحت السيطرة في العراق بعد عام 2003 لمن يمتلك السطوة والسلاح، فحتى العشائر التي كانت ملاذا للخائفين بدت اليوم هاجسا يلاحق العراقيين. عنونت صحيفة المدى العراقية آبار بلا حماية ونفط مباح للسرقة والتهريب في كركوك، حيث أن استمرار عمليات التهريب من دون تحرك الحكومة لإنهائها يتسبب بخسائر مالية كبيرة. وإلى صحيفة الدستور الأردنية التي عنونت الواقع المتفجر في القدس سيناريوهات وتوصيات، حيث برز تصعيد غير مسبوق من حيث حجمه وقوته في المنظومة الفلسطينية، وبنظرة إلى المستقبل يمكن أن يزداد التوتر في المدى القريب على الرغم من رفع الحواجز في منطقة باب العمود، وهي الخطوة التي اعتبرها الفلسطينيون إنجازاً وأنها لا تعني نهاية الصراعات على القدس. وفي تقرير للشرق الأوسط قلق علمي من التحورات الثلاثة للطفرة الهندية. ويقول خبراء منظمة الصحة العالمية إن هذه الطفرة باتت متفشية بنسبة تزيد على 50%، وما زال من السابق لأوانه تحديد مواصفاتها بشكل نهائي. أما الآن فأنقلكم مشاهدينا إلى الكاريكاتير.
من المقالات تكتب باهرة الشيخ لي في العرب اللندنية: حريق مستشفى ابن الخطيب لن يكون الأخير. تقول الشيخ لي: الدولة التي أصبح الفساد السياسي عنوانا لها ومنهجا لأعمالها قاربت حافة الهاوية، وتخلى حكامها عن القانون وأشاعوا الفساد في سلطاتها الثلاث، وجعلوا من ميليشيا الحشد الشعبي مركزا للقرار السياسي. وقد استدعى حريق مستشفى ابن الخطيب إلى الذاكرة العراقية سلسلة الحرائق التي ضربت الحقول الزراعية والمراكز التجارية. ويكتب محمد عاكف في البيان الإماراتي: الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة. ويرى الكاتب أن الحوار بين دولتين إحداهما تمتلك اليد العليا ومقدرات الدولة الأخرى ليس من المتوقع أن تكون مخرجاته مرضية، ورؤية الفوضى السائدة في المنطقة بأطر إيجابية تتجاوز الواقع العراقي والمشكلات المطروحة في ساحاته. ويكتب صالح غزال في الجريدة الكويتية: نظام عالمي ينتهي وفوضى تبدأ. وينظر الكاتب إلى أنه قد تكون الفوضى السياسية في أي دولة جزءا من شخصيتها الاعتبارية التي لا تثير القلق بقدر ما تشكل نظاما ثابتا مبنيا على الفوضى، لكن الخطورة تكمن في انعكاس هذه الفوضى على انضباطية المجتمع. سينضم إلينا بعد قليل في حوار أسبوع الصحافة الدكتور حمد بن سعيد الرحبي، متخصص في التنمية البشرية. يسرنا تفضلكم بمتابعة الحوار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة. أرحب بضيفي عبر الهاتف من مسقط الدكتور حمد بن سعيد الرحبي، متخصص في التنمية البشرية. مرحبا بك دكتور حمد إلى هذا الحوار. مرحبا فيكم أستاذ الخبير، بارك الله فيكم وشكرا على الدعوة الكريمة للحديث حول موضوع مهم وهو التنمية البشرية. أهلا بك. نناقش في هذا اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بالتنمية البشرية وواقع التنمية البشرية المستدامة في العالم العربي، ونتساءل أولا: ما المقصود بمفهوم التنمية البشرية، وكيف تطور مفهوم التنمية البشرية إلى مفهوم التنمية البشرية المستدامة؟ نعم، في البداية طبعا هو مفهوم التنمية البشرية تطور عبر عقود من الزمن، تطور فكر الإنسان واحتياجاته وقدراته وإمكانياته. ففي البداية ظهر عندنا مفهوم كلمة مفهوم التنمية، وذلك بعد أو بعيد لنهاية الحرب العالمية الثانية، لأن كان هناك في حاجة إلى إعادة إعمار المدن التي يعني أطالها الحرب، فكان هناك في حاجة إلى بناء مثلاً الطرق والمدارس والمطارات وغيرها. وكان مفهوم التنمية يركز على البعد المادي والاقتصادي، ولكن أيضاً مع تطور الوقت وتغير احتياجات فكر الإنسان تطور مفهوم التنمية إلى مفهوم التنمية البشرية. ونريد هنا أن نعرف ونوضح مفهوم التنمية البشرية للمشاهد الكريم. يقصد بها هي عملية توسيع الخيارات أمام الناس بحيث أنهم يعيشوا حياة كريمة، يتمتعوا بمستوى تعليمي وصحي مناسبين. وهذا المفهوم أيضا لا يقتصر فقط على هذا الجانب، بل يتعداه إلى خيارات أوسع تتعلق بالحريات السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، احترام الذات وفرص الإبداع وضمان حقوق الإنسان. أيضا مؤخرا ظهر عندنا مفهوم آخر متطور في أكثر، وهو مفهوم التنمية البشرية المستدامة، وظهر بشكل رسمي كان في تقرير الأمم المتحدة العام 2014. وهذا المفهوم يعني يؤكد على أنها مع أهمية تمكين الإنسان، إلى أنه يجب الاهتمام بموضوع آخر وهو أهمية الإنصاف والعدل في توزيع الثروات الطبيعية بين الجيل الحالي والأجيال القادمة، أي حماية فرصة الأجيال القادمة من الثروات وحماية وصون البيئة واحترام النظم الطبيعية التي تتوقف عليها الحياة. باختصار شديد أستاذنا الكريم، يعني كان عندنا مفهوم التنمية
الذي يركز على الجانب المادي تطور، أصبح التنمية البشرية، والذي يركز على الإنسان أنه هو يكون محور التنمية وهو أداتها وغايتها وصانعها. بعد ذلك تطور إلى مفهوم التنمية البشرية المستدامة الذي يركز على الإنسان وعلى البيئة التي يعيش فيها الإنسان وكيفية حمايتها. نعم دكتور حمد، ما أهداف التنمية البشرية المستدامة؟ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وضع تقريبا حوالي 17 هدفا للتنمية البشرية المستدامة. ممكن نذكر منها بعض الأهداف أو نذكر الأهم أهداف. يعني الهدف الأول هو القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده. الهدف الثاني القضاء على جميع أشكال الجوع وسوء التغذية. الهدف الثالث تحقيق الصحة الجيدة والرفاه بين أفراد المجتمع. أيضا نشر مظلة التعليم الجيد والشامل للجميع وتحسين جودة التعليم. كذلك يعني أيضا توفير فرص العمل اللائقة للأفراد والاهتمام بنمو الاقتصاد. أيضا تعزيز الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وأيضا الحد من أوجه عدم المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات والدخل، وكذلك نشر السلام والاستقرار وحقوق الإنسان والحكم الفعال القائم على سيادة القانون، وأخيرا إن هو الحفاظ على البيئة والمناخ والثروات للأجيال القادمة واحترام النظم الطبيعية. كيف تنظر إلى واقع التنمية البشرية في عالمنا العربي؟ نعم، بالنسبة للعالم العربي يعني ممكن ننظر عن طريق آخر تقرير كان صدر عن طريق تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة في عام 2020. يعني صنف الدول العربية إلى تقريبا 4 مستويات رئيسية. المستوى الأول كان عندنا في دول ذات تنمية بشرية مرتفعة، وكان حصلت على المركز الأول الإمارات، وحصلت على مركز 31 عالميا. ثم السعودية حصلت على مركز 40 عالميا. البحرين كذلك حصلت على مركز 42 عالميا. قطر حصلت على مركز 45 عالميا. سلطنة عمان حصلت على مركز 60 عالميا. الكويت حصلت على مركز 69 عالميا. فهذه عبارة عن دول ذات تنمية بشرية مرتفعة، هذا بناء على ما ورد في التقرير. هناك أيضا دول ذات تنمية بشرية عالية مثل الجزائر، تونس، مصر. أيضا دول ذات تنمية بشرية متوسطة مثل المغرب والعراق وسوريا. وهناك دول ذات تنمية بشرية منخفضة للأسف مثل موريتانيا وجيبوتي والصين. طبعا المتابع الكريم يشاهد ان يعني او يلاحظ ان هناك فيه يعني تذبذب بين دول بشريه ذات تنميه بشريه مرتفعه وهناك منخفضه. للاسف الشديد يعني ان تقرير الامم المتحده الاخير هذا 2020 يشير الى ان المنطقه العربيه هي المنطقه الوحيده في العالم بين مناطق العالم اللي ازداد فيها الفقر المدقع من عام 2010. يعني طبعا هذا الحروب والدمار الذي شهدته يعني هذه المنطقة. نعم. كيف يمكن قياس مستويات التنمية البشرية في مجتمعات ودول العالم؟ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اللي هو UNDP اعتمد على قياس مستويات التنمية البشرية على مؤشر يسمى HDI اللي هو مؤشر التنمية البشرية. طبعا هو هذا ابتكرته هيئة الأمم المتحدة، ويشير يعني إلى مستوى رفاهية الشعوب في العالم. وأستاذنا الكريم هذا يعتمد على يعني على ثلاث مؤشرات تجميعية. يعتمد في المستوى الأول أو المعطى الأول على المستوى الإحصائي المستوى الصحي عفوا في هذه الدول. ثانيا يعتمد على المستوى التعليمي. ثالثا يعتمد على مستوى دخل الفرد. ممكن نفصل باختصار في كل جانب. المستوى الصحي يعتمد على مستوى عمر الإنسان من الولادة وإلى الوفاة في هذه المجتمعات، ومدى انتشار الخدمات الصحية وجودتها وتحسين الرعاية الصحية والتثقيف، وأيضا معدل الوفيات خاصة عند الأطفال. هذا بالنسبة للجانب الصحي. الجانب التعليمي يمثله نسبة عدد المتعلمين إلى نسبة الأمية في هذه المجتمعات.
وهل هناك يعني في تعليم مجاني وشامل خلال المراحل الدراسية؟ وهل في تطور التعليم التقني والتكنولوجي ومدى جودة التعليم وأيضا الحد من ظاهرة التسرب الدراسي ومكافحة الأمية؟ هذه كلها عبارة عن مؤشرات تقييس الجانب المستوى التعليمي. نعم. المستوى الأخير وهو مستوى دخل الفرد، ويمثل متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في الدول، ويعتبر هذا المؤشر طبعا هو لقياس مدى حصول الأفراد على الموارد اللازمة لتحقيق مستوى الحياة الكريمة والملائمة للعيش برفاه. هذه تقريبا هو يعني ممكن ان كيفية قياس التنمية او مؤشر التنمية البشرية بناء على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واحترام الذات وفرص الإبداع والإنتاج وضمان حقوق الإنسان، كلها خيارات تتبع مفهوم التنمية البشرية. هل تعتقد دكتور حمد أنها متحققة في هذا الزمن؟ يعني هو أستاذ إحنا ممكن إن هي طبعا نسب متفاوتة، يعني بناء على من دولة يعتمد من دولة إلى دولة، من قطر إلى قطر، يعني ما ممكن نقول أنها متحققة في كل دول العالم، ولا ممكن نقول أنها غير متحققة. يعني هناك مثلا عندنا نحن في بناء على تقرير الأمم المتحدة، يعني أول دولة على مستوى العالم كان عندهم مؤشر التنمية البشرية يعني عالي كثير النرويج، ثم إيرلندا، ثم سويسرا. هذه عندها يعني مؤشر، وعندهم أيضا هم جودة في التعليم، عندهم جودة في الصحة، اهتمام بالصحة كثير مع مجانية الصحة والتأمين الصحي، وأيضا عندهم جودة في البنية الأساسية من طرق من مطارات من غيرها، وأيضا مستوى ارتفاع مستوى الدخل. فهذه كلها يعني تختلف من قطر إلى آخر يعني، ولكن السبب الرئيسي اللي يجعل يعني التنمية البشرية تتأخر هي الحروب، يعني الحروب، الأزمات السياسية، الأزمات الاقتصادية، والآن حتى الأزمات الصحية. مثلا الحين يعني جائحة كورونا هي أثرت كثير على الدول وأثرت أيضا على اقتصاداتها، فيعني متوقع أن ينخفض أيضا مستوى التنمية البشرية في هذه الدول. وفق هذه المعطيات، كيف يمكن حماية فرص الأجيال المقبلة من الثروات واحترام النظم الطبيعية التي تتوقف عليها الحياة في المجتمعات؟ طبعا أستاذنا الكريم، بحكم أن الحين صار تركيز العالم كله على التنمية البشرية المستدامة التي تركز على الإنسان وعلى البيئة التي يعيش فيها الإنسان، فهناك يعني العديد من الوسائل التي سنحمي الفرص الأجيال، فرص حماية فرص الأجيال من الثروات ومن واحترام النظم الطبيعية. من بينها هي المحافظة على سلامة البيئة وتقليل من التلوث والاهتمام بنظافة المياه وجودة الهواء ومراقبة كمية الانبعاثات الصادرة من مصانع والمناطق الصناعية. أيضا ممكن يعني نهتم أيضا بترشيد الاستخدام المتواصل للموارد الطبيعية، وخاصة الموارد النباتية والحيوانية، بحيث أن لا يكون هناك في استهلاك أكبر من قدرة هذه الموارد على التكاثر والإنتاج والعطاء. أيضا ممكن يعني إقامة محميات والتشجيع على إقامة محميات طبيعية وبيئات فطرية، وإن كانت يعني حيوانية أو نباتية، وهنا الحمد لله إحنا عندنا في السلطنة يعني تجربة رائدة في هذا المجال في المحميات، عندنا أكثر عن محمية، سواء كان محمية اللي هي الحيوان المها، في محمية أيضا فطرية للسلاحف، في محمية الأشجار النادرة في السلطنة. فهذه كلها يعني ممكن حماية البيئة وحمايتها وادخارها للأجيال القادمة. النقطة الأخيرة في هذا الجانب أن أهمية والاهتمام بتطبيق القوانين والأنظمة البيئية التي تدعو إلى المحافظة على البيئة والمناخ، وهذا اللي هو يسمى يعني الأستاذ ابن كريم يسمى المحاسبة البيئية. لماذا؟ لأن عدم الاهتمام بالبيئة له آثار خطيرة في تغير المناخ، وإحنا أصبحنا الحين يعني نلمس هذا الجانب. بأي الوسائل يمكن نشر السلام والاستقرار وضمان حقوق الإنسان والحكم القائم على سيادة القانون ليكون القانون فوق الجميع؟ هو يعني ممكن نحقق هذا الجانب من خلال الاهتمام بالجوانب تتعلق بها جوانب التنمية البشرية، يعني نهتم بجانب كيف نرفع يعني الوعي لدى الناس، وكيف نرفع أيضا المستوى التعليمي خاصة في المجالات التقنية والتكنولوجية وإتاحة فرص التعليم المجاني. أيضا نهتم بالجانب الصحي،
لأن هذا مهم يعني من بناء مستشفيات وكوادر وغيرها. أيضا نهتم بدخل الفرد وكيف نحن نوفر العيش الملائم والكريم وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة والفقر. أيضا المحافظة على المناخ والمحافظة على البيئة وتوزيع الثروات سواء بين الأجيال الحالية والأجيال القادمة. أيضا نشر نظرة الأمن والأمان والاستقرار وكيف يعني وثيقات القانون بين أفراد المجتمع. أيضا احترام حرية الرأي والتعبير خاصة في المجالات الفكرية والثقافية بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والأعراف المتبعة في هذه الدول. طيب، على ماذا يعتمد مؤشر قياس مستويات التنمية البشرية وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؟ نعم، البرنامج الأمم المتحدة يعني أستاذي هو يعتمد كما ذكرت سابقا على ثلاث محاور رئيسية يعني ذكرتها، هو المستوى الصحي والمستوى التعليمي ومستوى الدخل. فهذه كلها هي عبارة عن معطيات إحصائية تجميعية لهذا المؤشر. نعم، يشير مراقبون إلى أن الظروف المحيطة بالمجتمعات العربية محبطة ومؤثرة على الأشخاص بشكل سلبي، الأمر الذي يعيق تحقيق الأهداف الطموحة. برأيك دكتور، هل الإحباط أصبح متلازمة في حياة المواطن العربي؟ نعم، هو السابق في البداية نريد أن نوضح نقطة مهمة. متى يحدث الإحباط عند الإنسان؟ يعني يحدث الإحباط عند الإنسان عندما تكون هناك فجوة كبيرة بين طموحاته وآماله وبين واقع الحياة الحالية. هذا من جهة. من جهة أخرى يعني العلماء يقولوا أن يعني والدراسات العلمية تقول بأن 95% من الإحباط والحزن عند الإنسان هو إنما حزن على ماضي فات أو خوف من مستقبل آت. طيب ما هو الحل؟ الحل هو أن نركز على حاضرنا، نركز على الحاضر بتفاصيله، يعني نركز على الحاضر أن كيف نحن نخطط ونبني المستقبل. وعندما نبني المستقبل دون تفاؤل مفرط ودون أيضا إحباط، نهتم بالتعليم لأن التعليم هو المحور، محور التنمية البشرية هو التعليم وجودته، وكيف يعني نربي جيل على حب الأوطان وعلى الأشياء التقنية الجديدة التكنولوجية والابتكار وغيرها. فهذا جانب هو نهتم بالتعليم. نهتم أيضا بتعزيز الثقة، دائما نقول نحن نعزز الثقة ما بين الحكومات وشعوبها، فكلما كان هناك ثقة بينهم كلما كان صار المواطن طبعا هو الإنسان هو هدف التنمية دائما. يعني لا يمكن أن تحدث التنمية في أي دولة بدون الإنسان، فالإنسان هو هدف التنمية وهو أداتها وصانعها وهو الغاية من التنمية. فلا بد أن يكون اهتمام بمجالات التنمية اللي هي الصحة، التعليم، أن كيف نرفع من مستوى الدخل، كيف نقضي على البطالة، كيف نقضي على خاصة البطالة، لأن يعني الباحثين عن عمل كلما كثر الباحثين عن عمل في مجتمع كلما زاد فيه عندك معدلات الفقر وزاد فيه أيضا معدلات الجريمة. فنشر أيضا مظلة الأمن والأمان في الدولة هي مهم جدا، ولابد أن يتعاون الجميع، يتعاون المواطن مع الحكومة لكي يتحقق هذه الأمور كلها مجتمعا. نعم، في ختام الحوار أشكرك دكتور حمد الشكر الجزيل لمشاركتك معنا. العفو أستاذ الكريم، وفرصة طيبة يعني تكلمنا عن هذا الموضوع، ونسأل الله تعالى أن الإخلاص، ونسأل الله تعالى أن نكون أفدنا الناس في هذا الجانب. والشكر موصول لكم مشاهدينا، حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة، لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.